أوصيكم بتقوى الله. والسؤال كثير في الفصل. لا تسكت، لا تسكت. توفيق إن شاء الله. ادرس، ادرس جيدا جيدا. وفقكني الله ووفقكم الله إن شاء الله. السلام عليكم. Siramkan wangian mawar putih kepada sebuah kenangan yang layu. Bisakah merubah detik-detik yang berlalu dari sekadar impian yang kaku? Jiwa terpaut menyaksikan seribu pengorbanan di hulu, cinta kasih dan bersemi mengaku tak disedari. Hidup tak pasti, mengharap tak mendekat. Kesetiaan dijunjung, rupanya tak Lilin yang
أولا العلم. نصيحتي في هذا الوقت لك هي أن تطلب العلم وأن تتعلم جيدا وأن تهتم بدراستك وأن تغتنم من عمرك من الآن، لأنه عندما تكبر سوف يكون عليك صعب أن تدرس جيدا، أن تتعلم جيدا في الصغر، لأن العلم في الصغر هو مثل النقش على الحجر. هذه نصيحتي لك، لا تهتم بشيء آخر في هذا الوقت إلا بالعلم. وإذا ذهبت إلى الأزهر أو الأردن أو المغرب لا تتحدث باللغة الماليزية مع زملائك، لكن تحدث معهم باللغة العربية لكي تتقن اللغة العربية جيدا. هذه نصيحتي لك. ولا تتعلم أولا أيضا اللغة العربية العامية، تحدث وتعلم أولا اللغة العربية الفصحى، لأنك إذا تعلمت الفصحى سوف تتعلم العامية. لكن إذا تعلمت العامية أولا لا يمكن أن تتعلم العربية الفصحى جيدا. هذه نصيحتي لك. شعارنا ما هو؟ العلم أولا، العلم أولا إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. توفيق إن شاء الله. ادرس جيدا جيدا. وفقكني الله ووفقكم الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو يدرس أولا العلم، ثانيا العلم، ثم عاشرا يتزوج. تزوج. ساري طالب جيد يحب العلم لكنه مشاغب كبير. هو مشاغب كبير لكنه ولد جيد سيدرس العلم أولا، ثانيا، ثالثا، سبلو تزوج. أربعة. هو يحب العلم لكنه يتأخر في الغرفة كثيرا ويتكلم بالتليفون شوية شوية ويتأخر أحيانا عن الفصل، لكنه طالب جيد ويحب العلم. لا 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 مشكلة كبيرة. ولذلك هو يتزوج في 11 بعد 11. العلم 10، العلم 11. رحمن كل واشرب عدد لم القرآن يجوب بشع ثم كبك حرام مكانك حلال بتوغا. لا تنسى النصيحة. وأنت في الأزهر في الأردن العلم أولا وأخيرا. السلام عليكم. الله.